عاجل، مسؤول مصري ينشر مفاجأة عن سابقة لم تحدث قامت بها إثيوبيا مع مصر. وصدب الأمن المصري يكشف تفاصيل اختطاف ابن الدبلوماسي كبير. وانتهت المهلة، الحكومة تبدأ اليوم تنفيذ قرار فصل الموظف متعاطي المخدرات. وصدمة مصرية تسرق ملايين الجنيهات من زوجها لسبب غير متوقع، ننشر التفاصيل. وعاجل قرار سعودي جديد بشأن الحجر الأسود، وبيان عاجل من الرئيس السيسي، ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. ومسؤول مصري ينشر مفاجأة عن سابقة لم تحدث قامت بها إثيوبيا مع مصر. وكشف وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل، مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله، بالإضافة للعديد من السدود في إثيوبيا. أكد أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل، مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله، بالإضافة للعديد من السدود في إثيوبيا، مثل سدود تيكيزي وشرشارة وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائها. لكن الوزير المصري قال إن إنشاء سد بحجم النهضة الضخم وبدون وجود تنسيق مع مصر بشأن السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل. أكد أن الأمر يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا. على الرغم أن مصر يعني عرضت على إثيوبيا الكثير من السيناريوهات اللي بتضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بتوصل ل 85% في أقصى حالات الجفاف، وقال إن وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. الوزير المصري أشار خلال محاضرة في كلية الزراعة عن الوضع المائي في مصر، وقال إن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، واحتياجات مصر للمياه تصل ل 114 مليار متر مكعب سنويا، يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويا، بعجز يصل ل 54 مليار متر مكعب سنويا. ويتم هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا. أوضح أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل من 1600 ل 2000 مليار متر مكعب، في حين تقدر حصة مصر من مياه النيل ب 55.5 مليار فقط، بالإضافة ل 1.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه الأمطار. وفي المقابل تزيد كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا عن 900 مليار متر مكعب، إلى جانب مياه جوفية متجددة تقدر ب 30 مليار متر مكعب سنويا، وهي تقع على أعماق قليلة تصل إلى 30 متر فقط. لافتا إلى أنه لا توجد مشكلة مياه في دول منابع النيل، ولكن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول. والدكتور محمد عبد العاطي أكد أن مصر وضح دي وحط تحتيها 100 خط أحمر، وقال أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس، فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض. مصر قامت بإنشاء العديد من السدود وحصاد مياه أمطار ومحطات مياه شرب والحماية من أخطار الفيضانات وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية. فمصر ليست ضد التنمية، بالعكس هي مع التنمية، هي تنشئ التنمية مصر. فلذلك يعني المفروض إثيوبيا تتعاون معنا، يجب على إثيوبيا أن تتعاون معنا وأنها تشغل سد النهضة بعيدا عن السد العالي أو بدون تنسيق مع مصر. بخصوص السد العالي دي مشكلة، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وصدمة، الأمن المصري بيكشف تفاصيل اختطاف ابن الدبلوماسي كبير. وكشفت قوات الأمن المصرية
تفاصيل قصة اختطاف نجلة دبلوماسي كبير تابع لإحدى الدول في منطقة الدقي بالجيزة. التحريات أفادت أن الطفلة لجأت إلى حيلة ماكرة خوف من عقاب والدها. حال فشلها في أداء الامتحان دفعها لاختلاق واقعة قطفها وسرقتها بالدقي، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. وتلقى ضباط الجيزة بلاغا من دبلوماسي إحدى الدول بتعرض بنته للخطف وسرقة حلقها الذهبي، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من خلال مراجعة مداخل ومخارج العقار محل الواقعة، فضلا عن فحص كاميرات المراقبة التي تغطي محل إقامة الدبلوماسي وأسرته. وبإجراء التحريات ادعت الطفلة في بداية حادثها: كنت نازلة من البيت رايحة المدرسة، في شخصين خطفوني، صعد الشخصان بالطفلة إلى طابق حلوي وسرقوا الحلق بتاعي اللي مصنوع من الذهب وهربوا، حسب رواية بنت الدبلوماسي. والتحريات كشفت من خلال تفريغ الكاميرات تبين تأليف الطفلة تلك الرواية خوفا من عقاب أبيها بسبب عدم استعدادها لخوض الامتحان بمدرستها في حي الزمالك. أكدت ابنة الدبلوماسي: الحقيقة كنت خايفة من بابا يزعقلي، فأنا ألفت رواية سرقتي وخطفي لتزداد القضية وضوحا بالعثور على الحلق المزعوم سرقته داخل ملابسها. المصدر معانا كان من مصر اليوم. يعني الطفلة دي مش عاوز أقول بس ذكية جدا، اللي هو يعني تحسسك إن الدنيا قامت عشان يعني والدها ينشغل في موضوع خطفها ويروح يبلغ الجهات عشان يدوروا على مين اللي خطف بنته، ولكن في الحقيقة بنته يعني بتهرب من عقاب والدها بسبب أدائها السيء في الامتحانات. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وانتهت المهلة، الحكومة تبدأ اليوم تنفيذ قرار فصل الموظف متعاطي المخدرات. انتهت أمس الثلاثاء المدة التي حددها القانون لموظفي الجهاز الإداري للدولة من متعاطي المخدرات لتلقي العلاج بالمجان، وتبدأ الحكومة في اتخاذ قرارات بفصلهم اعتبارا من اليوم الأربعاء. وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، يفصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ، وفي حال إيجابية العينة يتم اتخاذ عدد من الإجراءات، أولها تحريز العينة ثم إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد عن 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب. كما يتم وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف، ويجرى التحليل التأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل وعلى نفقاته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، أو في حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي. تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها. فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. آخر معاد كان امبارح. إيه هو كان المعاد؟ كان المعاد إن أي موظف في الحكومة المصرية كان بيتعاطى المخدرات كان من حقه يروح يعني الجهات التي تعمل في سرية لعلاجه أو للمصحات النفسية لعلاج هذا الموظف مجانا على نفقة الدولة، ولكن هذا الكلام انتهى. وكنا قلنا من فترة كبيرة حوالي أسبوعين تقريبا عن هذا الخبر، إن الموظف من حقه إنه يروح يعني يتعالج من الإدمان على نفقة الدولة مجانا، والمهلة انتهت امبارح خلاص. فأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وصدمة مصرية تسرق ملايين الجنيهات من زوجها لسبب غير متوقع. شهدت مدينة المنزلة في محافظة الدقهلية بمصر واقعة سرقة، حيث أقبلت زوجة على سرقة 4 ملايين جنيه من زوجها بسبب خوفها من زواجه عليها من أخرى.
وتفاجأ رجل الأعمال بعد عودته من منزله بسرقة مبلغ مالي يقارب 4 ملايين جنيه وبعض المشغولات الذهبية من داخل شقته مدينة المنزلة، وانتقل إلى مركز شرطة المنزلة وحرر محضر بسرقة هذا المبلغ وبعض المشغولات الذهبية من داخل شقته. وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وعمل التحريات تمكن فريق البحث من كشف لغز السرقة، حيث تبين استغلال الزوجة لعدم وجود زوجها وسرقة المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، بعد أن قام أحد الأشخاص المقربين منها بإيهامها بأن زوجها يستعد للزواج عليها من سيدة أخرى. وحاول هذا الشخص إقناعها بأن تتحصل على هذا المبلغ المالي من أجل الحفاظ على زوجها وإيداعها في البنك. وقد كشفت التحريات تواجد المحرض أثناء تنفيذ السرقة ونقل الأموال والمشغولات الذهبية لمدينة بورسعيد، وطلب منها أن يقوم بالاحتفاظ بالأموال عنده لحين وضعها في البنك باسمها أو اسم أبنائها. وبعد اكتشاف تفاصيل الواقعة اعترفت السيدة بارتكاب الجريمة واعترفت بإعطاء المحرض كامل المبلغ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. المصدر معنا كان من القاهرة 24، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. طبعا خبر غريب جدا، يعني سيدة بتسرق جوزها عشان ما يتجوزش عليها، شيء يعني غريب جدا. الستات المصريات دول ليهم حركات غريبة كده، ولكن ربنا يحفظ لنا رب يعني أهالينا وحبايبنا وستاتنا وبناتنا إن شاء الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل قرار سعودي جديد بشأن الحجر الأسود. أعلنت المملكة العربية السعودية إطلاق مبادرة الحجر الأسود الافتراضي، حيث دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس بمكتبه بالرئاسة مبادرة الحجر الأسود الافتراضي. أطلقت المبادرة وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلة في الإدارة العامة للمعارض الرقمية بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى. وتهدف مبادرة الحجر الأسود الافتراضي إلى استخدام الواقع الافتراضي VR والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي. وأكد السديس أهمية إنشاء بيئة محاكاة افتراضية لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس مثل الرؤية والسمع واللمس حتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين وما تبذله الحكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع أنحاء العالم من خلال العالم الافتراضي، وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق. وأشار السديس إلى أن الحرمين الشريفين يمتلكان مكانز دينية وتاريخية عظيمة، يجب العمل على رقمنتها وإيصالها للجميع في ظل ما يوفر من إمكانات ودعم سخي من قيادتنا الرشيدة. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معنا وبيان عاجل من الرئيس السيسي. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيارة جامع كفر الشيخ، حيث شارك في إفطار جماعي مع طلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى آرائهم. وأكد الرئيس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على فيسبوك. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.